تحدثت مختلف الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأحد عن دخول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حجر صحي لمدة 5 أيام، وعن أهم مجريات الحملة الاستفتائية التي دخلت العد التنازلي. مراجعة الدستور أولوية للجزائر، هو تصريح الفريق السعيد شنقريحة الذي كتبته يومية المجاهد بالبنط العريض، أين أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على أن أولوية التعديل الدستوري المطروح هو السهر على احترام الحقوق الأساسية. جريدة البلاد هي الأخرى جاءت بتصريح الفريق شنقريحة على صفحتها الأولى تحت عنوان الجزائر تمر بمرحلة حاسمة، مشيراً إلى أن وضع البلاد على السكة الصحيحة وأن التعديلات الدستورية المطروحة ترمي إلى ترسيخ توازن السلطات وإشراك الشباب والمجتمع المدني في بناء مسار الجزائر الجديدة. ورشات كبرى بعد استفتاء نوفمبر، هو العنوان الذي كتبته صحيفة المساء على صفحتها الأولى، والذي يعود لتصريح رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل الذي أشار إلى أن مشروع الدستور الجديد يحدد بشكل دقيق المهام والمسؤوليات، مثلما يحرص على تنظيم المؤسسات أفقياً وعمودياً ليشمل البلديات والولايات. يومية النهار كتبت التصويت على الدستور الجديد تجسيد للقطيعة مع النظام السابق، هو ما كشف عنه وزير الرقمنة والإحصائيات الذي تطرق إلى مختلف الجوانب التي تضمنها المشروع لإرساء دولة المؤسسات وضمان الحقوق والحريات، داعيا المواطنين إلى التصويت بقوة يوم الأحد المقبل. المشروع الدستوري بداية مسار البناء هو العنوان الذي اختارته جريدة الجمهورية، والذي اتفقت عليه مختلف الأحزاب والجمعيات التي دعت إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء. كما تشير الجريدة إلى تكثيف النشاطات الحزبية والجمعوية مع انطلاق العد التنازلي للحملة الاستفتائية. في نفس السياق تحدثت يومية لجوغ عن نشاط الأحزاب والجمعيات وكتبت منشطو الحملة الاستفتائية يسرعون الوتيرة، حيث يسعون إلى مضاعفة الجهود واللقاءات مع المواطنين من أجل إقناعهم بضرورة إنجاح الاستفتاء والتصويت على مشروع الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل.